السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين، ورجعت لكم بفيديو جديد. ان شاء الله اليوم بعمل معاكم حلوة بثلاث مكونات، طريقة سهلة وبسيطة والطعم رائع. جربوها، حتى يعني طفلة صغيرة عندك بالبيت بنوتك تقدر تقف تعملها. يلا خليكم على الحلقة وشوفوا الخطوات والمقادير مظبوطة، وان شاء الله تحوز على عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي حلوين؟ يلا عايزة بداية الفيديو لايك 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 لايك، وإذا أول مرة تخشوا قناتي انزلوا تحت الفيديو في زرار أحمر اللي هو السبسكرايب، اضغطوا عليه، وفي جنبه جرس اضغطوا عليه عشان كل جديد أنزله يوصل لكم بإذن الله، ويتم الاشتراك في القناة، وإذا كان عجبكم الفيديو اضغطوا لايك لايك لايك. طيب أنا النهاردة هعمل معاكم حلى سهل وسريع ومعروف يعني، ومش بيحتاج أي حاجة ولا أي افتكاسات، سهل وبتلات مكونات بسيط جدا. ايه هي المكونات بتاعتي؟ اهو زي ما انتم شايفين كده، مكوناته سهله وبسيطه. عندي بسكوت اوريو، طبعا انا الحلل دوت عملت معاكم منه اشكال كتيره قوي، بس بما اني واقفه اعمل ده عشان عندي ضيوف جايين، فقلت ايه اطلع بيه حلقه اوريها لكم. عندي شوكولاته جالاكسي او اي شوكولاتات يعني، ارو جالاكسي، لوح جالاكسي كده كبير، جالاكسي الدارك اللي هو النوع ده الغامقه، اي نوع عندك شوكولاتات كده انت سيحيها واعملي لها حمام شوكولاته. تمام، انا عندي شوكولاته جالاكسي هحتاج 3، او لو قالب كامل كبير يبقى قالب كبير واحده، تمام كده. وعندي 4 حبات اوريو، وعندي علبه نص علبه جمر، هحتاج نص علبه جمر عليهم. طيب هي دي كده مكوناتي، 3 مكونات بس. بس عندي هنا تعليق واحد، الاوريو لو انت هتستعملي الاوريو اللي هو من جواه كريمه، تمام، جواه كريمه فانيليا، يبقى هنحط قفشه واحده كاكاو خام، تمام، قفشه واحده كاكاو خام. لو انت تستعملي اللي جواه شوكليت كريمه الشوكليت يبقى مش هتحطي معلقه الكاكاو خام، اتفقنا؟ انا بس حبيت اقول لكم النقطه دي علشان انا قايله 3 مكونات وثلاث مكونات فعلا. دلوقتي هنبدا نفتح باكيتات الاوريو نحطها بالكبه ونطحنهم خالص. ودلوقتي بعد ما حطيت الاوريو كله بالكبه هطحنه واخليه بودره خالص. بعد ما يتطحن طبعا انا حطيت معاه قفشه كاكاو عشان الكريمه اللي جوه الاوريو فانيليا، تمام. طحنته طحنه كويسه زي ما انتوا شايفين، بقى معايا بودره خالص مجروشه. هبدا دلوقتي انزل بمعلقتين الجمر، تمام، معلقتين كبار من الجمر. بصوا بقى بودره كده، وهاخد الشوكولاته هسيحها، ماشي، هوريكم بس القوام اللي انا عايزاه. هحط كده دول معلقتين، ما تكترش الجمر عشان ما تسيبش منك قوي، تمام كده. يلا شوفوا بقى، هو ده القوام الممتاز اللي احنا عاوزينه اللي يتشكل. طيب هنطلع بقى دلوقتي، هننزل الشوكولاته بتاعتنا. شوفوا تبقى كده بالقوام ده، هو القوام اللي انت تقدري تلفيها، تمام كده. خلي بالك ما تحطيش جمر كتير، انا ال4 بواكي دول خدوا بالظبط معلقه يعني حوالي معلقتين كريمه جمر. ما تكتريش الجمر علشان مش تسيب منك، بس اذا سابت منك ما تقلقيش يعني، ساعات كانت تسيب مني عادي، حطي مع زودي بسكوت تاني، بسكوت باكيت تاني، بسكوت جمر اسمه ده اسمه ايه اوريو، تمام. ودلوقتي هحط من ورق اللي هو الخبز بتاع الفرن، وهبدا ان انا اكور كده واحطه عليها. انا عملت واحده من غير ما انزلها بالشوكولاته عشان اوريكم ان تقدروا تكوروها لوحدها كمان تبقى تحفه، شوفوا جمالها. وكمان بس اهم حاجه سيحي الشوكولاته قوي، لان انا مجرد ما سيحتها بدات تجمد، تمام، فانا هروح اسيحها تاني وارجع اكمل. بس شايفين الطريقه؟ بصي وهي سايحه احسن ازاي، اذا حسيتي الشوكولاته مسكت معاكي سيحيها تاني عشان تبقى كده، فاهميني؟
وبس كده هبدأ أكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. لو انت حابة تحطي فيها تحشيها بندقة حطي جواها بندقة برضو بتبقى عادي جدا تحفة. كده خلصت الكمية، الكمية طلعت عندي الكور ديت. انت عاوزة تزيدي الكمية زودي كمية البسكوت الاوريو. تمام بصوا حلو بس لسه طرية، خليه لغاية ما تتماسك كويس جدار الشوكولاتة على الاوريو. بصوا جمالها فخمة جدا جدا. دلوقتي عايزة بقى تحطي على وشها اي نوع مكسرات، فستق، حبة فستق، حبة لوز، اي حاجة حطي عليها. لا بلاش دي، لو مش عايزة تحطي مكسرات حطي كاكاو اللي هو الفور او ده السيلفر او ده، بس احنا مش عاوزين نغمق اكتر من كده، فهحط اي حاجة فاتحة شوية تخلي شكلها حلو. انا هحط كده على كل واحدة. وبس كده هبدأ انا احط واحدة شوكولا من اللي هو الابيض الكوار دوت على كل واحدة. تقدر تحطي اي حاجة براحتك، سيلفر، تحطي اي يعني عايزة تخليها لوحدها كده دون ما تحطي عليها حاجة برضه تبقى تحفة. هحطها بقى بالبراد تسقع كويس وارجع لكم. طبعا تحطيها بالبراد لمدة نص ساعة كفاية جدا، بس مجرد ما جدار الشوكولاتة يمسك وخلاص. ممكن تخليها بره لو انت تكييف تخليها على السفره هي تسقع لوحدها، شوكولاته من بره تجمد وتبقى جميله. كده بعد ما سيبناها شويه سقعت، بصوا بقى جمالها ما شاء الله. ترصيها بقى في علبه، بصي جدارها شوكولاته شايفين. لما تحطيها على ورق زبده بتشال بسهوله خالص. شوفوا جنن جنن. حطيها بقى احفظيها بأي علبة عندك وحطيها للتقديمات ما شاء الله. انا اخترت احطها في العلبة دي احتفظ بيها لغاية وقت الضيافة، هتبقى موجودة ومتغطية وجميلة جدا وشكلها راقي قوي وحلا سهل وسريع ومكونات جدا بسيطة. شوفوا جمالها وغطاها وسكرها. بس عايزة اوريكم حاجة لحظة، انتهينا الفيديو اليوم. ما تنسوش بضغط لايك 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 وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.